في إطار الأنشطة اللي كنقدموها في دار الزهور، كاين واحد الجانب هو المرافقة بالفن. كنديروا واحد ورشات ديال لا دانس ثيرابي، كاين ورشات ديال تعبير بالرسم، واليوم غادي تنطلق وغادي نديروا لاول مره ورشه ديال المسرح ديال لا دراما ثيرابي، اللي غادي يشرفوا عليها واحد لا تروب كي سابيل اش 19 تياتر، واللي غادي يجيو باش غادي يقدموا للمرضى والناس اللي كنرافقوا هاد الورشه، باش يعلموهم شويه ليكسبرسيون بار لو تياتر بار لا دراماتورجي. كنعرفوا بان الفن هو طريقه كتبت فعاليه ديالها في التعبير، في كل ما هو تعبير. اذا احنا الناس اللي كيمروا من هذه التجربه ديال السرطان كيبغيو يعبروا بكل الطرق اللي كاينه، وحنا كنساعدوهم باش كي بجميع الورشات والتعبير الفني كنساعدهم باش يمكن لهم يعبروا. كل واحد كاين اللي يمكن له يعبر بالكلام، اذا كاين هناك كاين المرافقه مع والدعم النفسي مع اختصاصيين، وكاين اللي كيبغي يعبر بطريقه اخرى، اما عبر الرسم اما بالرقص اما بالمسرح. دار الزهور هي جمعيه كترافق الناس اللي مصابين بمرض السرطان كيف ما كان النوع ديالو، رجال والنساء. اذا حنا كندعو جميع الناس اللي محتاجين لهذه المرافقه باش يتوجهوا للجمعيه. هي واحد الفضاء اللي مفتوح للجميع بصفه مجانيه، وكيمكن لهم يلقاو كاع الدعم والرعايه اللي كيحتاجوها باش يمروا مات المحنه. اليوم حنا متواجدين في الدار البيضاء، عندنا واحد المقر في الدار البيضاء، ولكن قريبا ان شاء الله غادي نفتحوا مقر اخر في مدينه الرباط، وعلاش لا من بعد في جميع المدن اللي فيها مراكز ديال معالجه السرطان.